أكدت وزيرة البيئة سامية مولفي بولاية تيسمسلت أن دائرتها الوزارية في مرافقة دائمة لأصحاب المؤسسات الناشئة وتقديم كل المزايا، والوزارة تعمل جاهدة لتشجيع شباب المستثمرين في قطاع البيئة. الزميلة حياة كزوز والتفاصيل. مشروع إنجاز محطة معالجة عصارة نفايات ذو سعة 80 متر مكعب يعتبر مكسبا تدعم به قطاع البيئة بولاية سمسيلت. كل شيء استرجع، لما لازم حاجة تروح لازم يسترجعها، وهذه يدخل في الاقتصاد الدائري وهو الاقتصاد الأكبر. ونحن نتواجد اليوم بولاية سمسيلت التي تسخى بتنوع بيولوجي هام وفضائك غابية هامة تساهم في تنوع الأنظمة الإيكولوجية، وعلى رأسها الحظيرة الوطنية لثنية الحنة وغابة الوداد التي يقصدها الزوار من كل ولايات الوطن، مما يجعلها ولاية تساعد على نجاح السياحة البيئية التي أضحى لزاما علينا تطويرها من أجل دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق نموذج اقتصادي جديد خارج عن المحروقات. تضمنت استراتيجية وزارة البيئة ضمن مخطط عمل الحكومة لتنفيذ استراتيجية السيدة رئيس الجمهورية عدة محاور، أذكر لكم منها محورين هامين. الأول مخصص لترقية السياحة البيئية كأحد التدابير الاستعجالية للحد من المساس بالبيئة وحماية الإطار المعيشي للمواطن. زيارة السيدة وزيرة البيئة لولاية سمسيلت هي أولا جاءت في حينها، جاءت للاطلاع على واقع قطاع البيئة على مستوى الولاية، لا سيما مشاريع التنموية التي هي ممولة في إطار الصندوق الوطني للبيئة، ونخص بها إنجاز محطة لتصفية عصارة النفاية، بالإضافة إلى إنجاز مشروع إنجاز خندق ثاني على مستوى مركز الردم التقني لبلدية تيسمسيلت، والذي جاء في حينه، بالإضافة إلى معاينة المفرغات الفوضوي تم غلقها قرار ولائي، ونحن في انتظار إعادة الاعتبار لهذه المفرغات العشوائية، لا سيما وأن هناك غلاف مالي تم تمويله في إطار دائما الصندوق الوطني للبيئة من طرف وزارة البيئة. ونحن نثمن هذه المبادرة وهي تثمين النفايات المنزلية، وبالتالي تثمين أيضا النفايات الهامدة اللي شفنا اليوم التجربة رائدة في ولاية تيسمسيلت حول تثمين النفايات الرامدة، لأن جميع ولايات الوطن تعاني من هذا المشكل، واليوم لقينا يعني ونحيي هذه التجربة الرائعة والرائدة اللي كانت اللي قامت بها ولاية تيسمسيلت. نزيدوش نرمي النفايات تاعنا، نقدم نداء هو مساعدة ومرافقة المستثمرين وخاصة المستثمرين الشباب، رانا معهم. مؤشرة إيجابية للقطاع أسهم فيها حس المواطنة البيئي وكذا ضرورة التكوينية، والفرز التقني يسمح بالقيام بالمؤسسات الناشئة بعملية الرسكلة.